أحييكم من تونس مشاهدينا الكرام. بدء استغلال الطريق السيارة الجديدة جاب اسم نيرس جدير، والرئيس قيس سعيد يؤكد أنه لبنة هامة لتجسيم مشروع طريق السيارة المغربية. بعد 10 سنوات من انقطاع تصديره نحو الخارج، حوالي 90,000 طن من الفوسفات التجاري يصدر من جديد، في مؤشر على بداية انتعاشة المبيعات نحو الخارج. اجتماع الهيئة الإدارية لمنظمة الشغيرة يبحث الوضع العام للبلاد والملفات الاجتماعية العالقة، والبيان الختامي يؤكد التزام المنظمة بقضايا الوطن واهتمامها بالشأن العام. السلام عليكم. فتحت أمس الجمعة الطريق السيارة الرابطة بين جابس مدنين راس جدير بعد استكمال أشغالها بصفة نهائية إثر إعطاء إشارة استغلالها من قبل الرئيس قيس سعيد، فيما يأمل أهالي الجنوب الشرقي أن تمثل هذه الطريق السيارة إضافة نوعية للمشهد التنموي بالجهة. على مسافة 176 كيلومترا وبكلفة جملية نهزت 1250 مليون دينار، استكملت بشكل نهائي طريق السيارة الرابطة بين جابس مدنين راس جدير، منها حوالي 84 كيلومترا التي تربط بين جابس ومدنين، طريق أصبحت من اليوم صالحة للاستغلال بعد إعطاء رئيس الجمهورية الإشارة لذلك بمنطقة عرام بمعتمدية مارث. اليوم الطريق إلى هذه المدن أسرع بكثير بعد إنجاز هذه الطريق السيارة، وقصة الطريق السيارة كما قلت قديمة، منذ سنوات 70 تم التفكير في طريق سيارة ولكن تم تشق وسط تونس، ولكن تم التراجع وستكون هناك طريق سيارة تربط بين كل دول المغرب العربي ولما لا تربط كل دول شمال أفريقيا، فضلا عن طرق السيارة التي ستربط شمال القارة الأفريقية بجنوبها. المشروع فيه 7 محاولات، 179 منشأة مائية بأحجام مختلفة، فيه 15 منشأة مائية كبرى، فيه كيف معناتها 3 محطات استخلاص. اليوم معناتها ولات عندنا 745 كيلومتر، اليوم بلغنا 745 كيلومتر من طرقات السيارة في تونس، وإن شاء الله في 2030 معاملين باش نخلطوا 1300 كيلومتر من الطرقات. ويأمل أهالي الجنوب الشرقي أن تمثل الطريق السيارة جابس مدنين راس جدير، والتي تعد واحدة من أبرز المشاريع الحيوية والتنموية، إضافة نوعية للمشهد التنموي بالجهة، وأن تحد من ضحايا حوادث الطرقات. طريق السيارة هذا باش يحل العديد المشاكل في 3 ولايات، اللي هي ولاية مدنين، تطاوين، وجابس، وان شاء الله وان شاء الله ان شاء الله يكون معناه يخفف شويه على الطريق الوطنيه عدد واحد اللي هي فيها اكتظاظ كبير برشا، خاصه معتمديه مارث هذه ان شاء الله باش تتحل مشكله الاكتظاظ، خاصه عن الطريق الرئيسيه، الطريق رابطه بين ليبيا وتونس والجنوب ككل، مكسب للجنوب ككل. ان شاء الله يتم مكملات ايضا من استراحات ومن خدمات اللي هي ممكن مش متوفره من هنا حتى لصفاقس. هني حتى طريق حزاميه ما عندناش قبل اللي كانت تفيد البلاد، تو عندنا وترود الحمد لله نستفيدوا منه، هذا شريان البلاد كما قلت معناها فيه اقتصاد كامل، من هنا يتعدى اقتصاد كامل. وتعد طريق السيارة جابس مدنين راس جدير جزءا من الطريق السيارة المغاربية التي من المنتظر أن تربط العاصمة الموريتانية بالعاصمة الليبية مرورا بالمغرب والجزائر وتونس، وستمثل نقطة ربط رئيسية بولاية الجنوب الشرقية والولايات الداخلية بالجهات الساحلية للبلاد. مثلت أسباب فقدان عدد من المواد الغذائية وندرتها محور لقاء الرئيس قيس سعيد أمس الجمعة بقرطاج رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم برجب والمديرة العامة للديوان نجاة الجوادي. وقد أكد رئيس الدولة على أنه لم يعد يخفى على أحد أن من يقف وراء تواصل هذه الظاهرة يسعى بكل طرق إلى تأجيج الوضع الاجتماعي حتى يستفيد سياسياً، وأوضح بأن الشعب التونسي لم تعد تخفى عليه هذه الأسباب، ويطالب بمحاسبة كل من أجرم في حقه وكل من يسعى إلى تجويعه والتنكيل به. وشدد سعيد على أن تتولى كافة الجهات المعنية في الدولة تحمل مسؤوليتها، وعلى ضرورة تكوين مخزون استراتيجي لإجهاض المحاولات اليائسة في افتعال الأزمات. تمكنت تونس خلال العام الماضي من تصدير حوالي 90,000 طن من الفوسفات التجاري نحو أسواق عالمية عدة،
وهو مؤشر على بداية انتعاشة المبيعات التونسية من هذه المادة نحو الخارج بعد أن انقطعت لفترة 10 سنوات متتالية بسبب تهاوي الانتاج الوطني من الفوسفات التجاري وإعطاء الأولوية في عملية التسويق للحرفاء المحليين من مصنعي الأسمدة الكيميائية. بعد 10 سنوات من انقطاع تصديره نحو الخارج لأسباب ظرفية وهيكلية، تمكنت تونس خلال سنة منقضية من تصدير حوالي 90,000 طن من الفوسفات التجارية نحو عدة أسواق عالمية، في دلالة على بداية انتعاشة للمبيعات التونسية من هذه المادة نحو الخارج. وقد تم تصدير هذه الكميات أساسا نحو أسواق أوروبية وأسيوية، وذلك في إطار خطة وضعتها الشركة لاستعادة الأسواق الخارجية من خلال برمجة إمداد حرفاء بالخارج ب300,000 طن طيلة سنة 2022، وللاستفادة من تنامي الطلب العالمي على مادة الفوسفات وارتفاع أسعارها، تسعى شركة فوسفات قفصة بعنوان سنة 2023 إلى تصدير ما لا يقل عن 450,000 طن من الفوسفات التجارية نحو مصنعي الأسمدة الكيميائية في القطاعين العام والخاص بأوروبا وأسيا. هذا وتحول محدودية إمكانيات الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وهي الناقل الوحيد للفوسفات نحو الموانئ، تحول دون أن تحقق شركة فوسفات قفص هدفها في ضخ الكميات المبرمجة من الفوسفات التجارية نحو الأسواق العالمية. ناقشت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل استراتيجيتها المستقبلية على مستوى الخطاب أو الممارسة أو العلاقة مع أجهزة الدولة في المستقبل. وشدد الاتحاد على مواصلة التزامه بقضايا تونس والمشاركة بفعالية في إنقاذها مهما كانت محاولة الاختراق أو استنساخ تجارب فاشلة لضربه وتجيش الرأي العام ضده. قال الاتحاد العام التونسي للشغل إن محاولات الإرباك والتشكيك لن تزيده إلا ثباتا على المبادئ وتمسكا بالمواقف ونضالا في صفوف الشعب ضد ما وصف بالاستبداد ورهن البلاد. وأفاد على لسان يمينه العام المساعد سامي الطهري في ختام أشغال الهيئة الإدارية الوطنية أنه يدين بشدة ما سماه بخطابات التهديد والتحريض ضد مكونات المجتمع المدني وسائر التحركات الشبابية والسياسية والاحتجاجات الاجتماعية بما فيها احتجاجات أهلنا في جرجيس، وضد الاتحاد من قبل أعلى السلطة في تونس من مقر ثكنة العوينة. ونعتبر التصريح بأن حق الإضراب قد تحول إلى غطاء لمآرب سياسية هو مقدمة لضرب الحق النقابي، وهو خطاب تحريضي ضد الاتحاد ومحاولة يائسة لثنيه عن دوره الوطني وسعي محموم لتحديد مربع نشاطه. وأكد الاتحاد مواصلة التزامه بقضايا تونس وبالمشاركة بفعالية في إنقاذها مهما كانت محاولات الاختراق أو استنساخ تجارب فاشلة لضربه وتجيش الرأي العام ضده عبر ممارسات تحت مسميات القانون، ومنها استصدار المناشير السالبة لحق التفاوض وللحوار الاجتماعي أو أوامر التسخير غير القانونية واستهداف القطاعات، أو بضرب مصداقية الاتحاد بالتراجع عن تنفيذ الاتفاقيات، وذلك تعبيرا عن تشنج السلطة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب مواقفه الرافضة لإملاءات صندوق النقد الدولي الداعية إلى رفع الدعم وبيع المؤسسات العمومية وتجميد الانتدابات وتخفيض كتلة الأجور ومزيد إغراق البلاد في التداين، وبسبب توجه الاتحاد أيضا مع شركائه في صياغة مشروع حوار وطني للإنقاذ. ونقل سامي الطهري أن الاتحاد يرفض هذا الاستهداف ويجدد تمسكه بالحوار سبيلا للخروج من الأزمة المعقدة التي تمر بها تونس، وخاصة بعد المشاركة الموصوفة بالهزيلة في الدورتين للانتخابات التشريعية والانحراف عن مسار تصحيحي أمل فيه التونسيون ودعمته القوى الوطنية لكنه خذله. نؤكد تصميمنا على التقدم بمشاريع متكاملة وحلول عميقة تنقذ البلاد من أزمتها المتشعبة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتجاوز حالة العطالة القائمة وتتصدى إلى نزعات العودة إلى الاستبداد، وتقطع في نفس الوقت مع عشرية غلب عليها الفشل والتخبط، وتعمل من أجل إرساء العدالة الاجتماعية.
وطلبت المنظمة الشاغلة بإطلاق سراح الكاتب العام لنقابة تونس للطرقات السيارة على اعتباره مارس حقا نقابيا وفق القانون والمعايير المعمول بها. وشددت المنظمة الشغيلة مطالبة الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات العالقة وحذرتها من مغبة الالتفاف عليها تفاديا لاضطرابات محتملة في الوظيفة العمومية والقطاع العام. قالت السلطات في أوكرانيا أمس الجمعة إن الدبابات الجديدة المقدمة من دول حلف شمال الأطلسي ستكون فاعلة في هجوم مضاد تشنه القوات الأوكرانية لاختراق الخطوط الدفاعية الروسية في الجنوب والشرق. حصلت كييف على تعهدات من الغرب الشهر الماضي بتزويدها بدبابات قتالية لمساعدتها على صد التوغل الروسي في أراضيها، مع تكثيف موسكو من عملياتها لإحراز تقدم في الشرق. عربيا الآن، أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي أنه اتفق مع رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي خلال لقائهما أمس في طرابلس على ضرورة أن يتوصل القادة الليبيون إلى توافق وطني ينهي حالة الانسداد السياسي ويفضي إلى إجراء انتخابات شاملة العام الجاري. كما تم خلال اللقاء بحث أفكار جادة لإنجاز الانتخابات في وقت قريب، إضافة إلى أهمية المسارات المعززة للاستقرار والداعمة للانتخابات وعلى رأسها المصالحة الوطنية. إلى أخبار الرياضة الآن، توج منتخب أستراليا بميداليتين ذهبيتين خلال منافسات بطولة العالم للتزلج الحر المقامة في دير فالي بالولايات المتحدة الأمريكية. وجاءت الميداليتان الذهبيتان بواسطة البطل الأولمبي جاكارا أنتوني ومات جرام. بهذا إذن نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، وأذكركم بعناوين أبرز ما جاء فيها. بدء استغلال الطريق السيارة الجديدة جابس مدين راس جدير، والرئيس قيس سعيد يؤكد أنه لبنة هامة لتجسيم مشروع طريق السيارة المغاربية. بعد 10 سنوات من انقطاع تصديره نحو الخارج، حوالي 90,000 طن من الفوسفات التجاري يصدر من جديد في مؤشر على بداية انتعاشة المبيعات نحو الخارج. اجتماع الهيئة الإدارية لمنظمة الشغيلة يبحث الوضع العام للبلاد والملفات الاجتماعية العالقة، والبيان الختامي يؤكد التزام المنظمة بقضايا الوطن واهتمامها بالشأن العام. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.